بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. مرحب أعزائي مشاهدين برنامج الفداء عدل ورحمة في الحلقة 42 بمناسبة صوم الميلاد المجيد، وبالأخص وإحنا في شهر كيه بنستعد لاستقبال المولود القدوس الله المتجسد. أحب أن إحنا ناخد بركة الحديث عن القديسة العذراء مريم والدة الإله. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة في الحلقة 30 عن إصعاد جسد القديسة العذراء مريم وقصة الزنار، لكن النهاردة هنخصص الحلقة دي بنعمة ربنا عن العذراء القديسة مريم الثيوتوكوس والدة الإله زي ما بنرنم ليها في تسبيحة كيهك. في شهر كيهك بالذات بنلاقي تسبيح وتمجيد يومية بنسميها الكنيسة بتسميها 7 و4، يعني 7 ثؤتوكيات. ثؤتوكية يعني تمجيد لوالدة الإله، ثؤتوكية لكل يوم من أيام الأسبوع بتدور حوالين سر التجسد الإلهي والاتحاد الأقنومي، وأربع هوسات يعني تسبيح مأخوذة من الكتاب المقدس. فالهوس الأول مأخوذ من تسبيحة موسى النبي أثناء عبور البحر الأحمر في الإصحاح 15 من سفر الخروج، والهوس الثاني مزمور الشكر اللي هو 135، والهوس الثالث التلات فتية في أتون النار، وده موجود في الأسفار المحذوفة. الهوس الرابع المزامير 148 149 و150، بالإضافة لكتير من الزوكسولوجيات اللي هي تمجيد، الإبصاليات اللي هي ترانيم، والمدايح اللي بتذكر فيها الكنيسة أوصافها العديدة وفضائلها ورموز تشير إليها وبتربط بينها وبين ابنها القدوس المولود منها. عشان كده الكنيسة اختارت هذا الشهر بالذات اللي بيسبق ميلاد رب المجد يسوع المسيح لارتباط العذراء بالتجسد الإلهي، لأنها هي اللي حملت جمر اللاهوت وولدت الله الكلمة اللي اتحد في أحشائها بجسد خاص له أخذه من دمها. الكنيسة القبطية حافظة للعقيدة، حريصة على تأكيد العقيدة السليمة في كل صلوات، سواء قداسات، ألحان، تسبيح، صلوات الساعات. في كل من هذه الصلوات بنلاقي العقيدة مقدمة وواضحة للجميع. عشان كده كل اللي بيدخل الكنيسة، كل اللي بيعيش فيها بكل سهولة ممكن يفهم العقيدة السليمة. في التسبيحة بوجه خاص عشان سهولة ألحانها ممكن الكل يترنم بيها، ودي فيها كتير من التعليم عن ابن الله القدوس وعن العذراء المكرمة اللي استحقت أن تكون أما لهم. تكريم السيدة العذراء هو تأكيد لعقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن طبيعة السيد المسيح ضمن التعليم الأخرى. فالكنيسة بتلقبها بأهم لقب اللي هي الثيوتوكوس اللي هي والدة الإله، وده اللقب اللي أقره مجمع أفسس سنة 431 اللي بيأكد فيه إن اللي ولدته العذراء مريم هو الله المتجسد، وده كان رد على بدعة نسطور اللي رفض إنه يسميها والدة الإله وسماها كريستوتوكوس أي والدة المسيح يسوع. تأكيد لهذه العقيدة أضيف هذا اللقب في مقدمة قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني اللي بنردده كل يوم في صلواتنا: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. النهاردة وإحنا بنتأمل في لقبها كوالدة الله في التسبحة هنستعرض بعض عبارات قليلة جدا من ثيوتوكيات وإبصاليات ولبش الأيام المختلفة اللي بتترنم بيها الكنيسة مع كل الشعب، لدرجة أن الصغيرين والكبار بيحفظوها عن ظهر قلب ويرددوها، ربما مش مدركين المعنى والأهمية بتاعتها لكن هي مغروسة في داخلهم. دي مجرد أمثلة قليلة اللي احنا هنقدمها، مع ملاحظة ان اوصافها والقابها ورموزها متكررة في كل التسبيح، اخترنا بعض منها فقط.
هنبتدي بعبارات قليلة من إفصالية الأحد على سبيل المثال اللي بتؤيد وتؤكد ارتفاعها عن الطغمات السمائية. فنقول لها إيه؟ كل الأسماء العالية التي لغير المتجسدين لم يبلغوا إلى علو طوباويتك. نقول لها كمان مرتفعة أنت جدا أكثر من الشاروبيم ومكرمة أكثر من السرافيم. وكمان كل الرتب العلوية لم تقدر أن تشبهك أيتها المنارة الذهبية حاملة النور الحقيقي. فقت كل مراتب وسائر كل طقوس، فقت الرؤساء والأربعة الحيوانات وأيضا الكراسي والأرباب والقوات، حملت ابن الله. دي في البداية بس عشان نقول إنها هي مرتفعة عن كل الطغمات السمائية والأرضية بالطبع. أما عن كونها والدة الإله هنلاقي تشبيهات بتأكد كده في كل جزء من أجزاء التسبيح. هناخد مثال بسيط من كل حاجة. مثلا في سقوطكية الحد، القطعة الأولى بتشبهها الكنيسة بالقبة اللي صنعها موسى على جبل سينا، ويفسروا القبة الحقيقية التي في داخلها الله، تأكيد على أن اللي حملته هو الله المتجسد. ما ننساش أن احنا في الحلقة دي بنأكد أو بنثبت أنها والدة الإله، حاجة واحدة من الألقاب الكتيرة والرموز الكتيرة بتاعتها. في القطعة الثانية العقيدة صريحة أن المولود منها طبيعة واحدة من اثنين ومساوي للآب. شايفين العقيدة إزاي متقدمة؟ واحد من اثنين، لاهوت قدوس بغير فساد مساو للآب، هذا الذي أخذه منك أيتها الغير الدنسة واتحد به كأقنوم. مش هي دي طبيعة السيد المسيح اللي احنا بنقولها؟ في القطعة الثالثة توضيح تاني، الله الكلمة الذي تجسد منك أيتها التي بلا عيب بغير تغيير. يبقى هو الله الكلمة هو الأقنوم الثاني اللي تجسد دون أن تتغير طبيعته كإله. وفي نفس القطعة الثالثة وصف جميل بيقارنها بكروبين الذهب المظللين على الغطاء على موضع قدس الأقداس، فبنقول لها وأنت أيضا يا مريم ألوف ألوف ربوات ربوات يظللون عليك. وبعدين مسبحين خالقهم هو وهو في بطنك، هذا الذي أخذ شبهنا ما خلى الخطية والتغيير، من أجل هذا نعظمك يا سيدتنا والدة الإله القديسة كل حين. هنا الكلام واضح وصريح أن اللي حملته في بطنها هو الخالق للكل، هو اللي أخذ جسد شبهنا في كل شيء إلا الخطية وبدون أن تتغير طبيعته. وبعدين بنعظمها كوالدة الإله. في القطعة الرابعة بنشبهها بقسط الذهب النقي المخفى فيه المن. المن كان إشارة للسيد المسيح الخبز الحي النازل من السماء زي ما هو قال، وهنا إشارة أخرى إلى أن المولود منها هو الله المتجسد. ونوصفه كمان في التسبحة أنه المن العقلي الذي أتى من الآب، المن السماوي، الخبز الحي النازل من السماء، كلمة الله الذي يعطي الحياة، ولدته بغير دنس وأعطانا جسد ودمه الكريمين فحيينا إلى الأبد. كل ده في التسبيح كلنا بنرددها، بس لما نتأمل في جزئية جزئية هنلاقي العقيدة واضحة جدا. كمان في القطعة الخامسة من نفس سقوطكية الحد بنشبهها بالمنارة الذهب، عبارة هامة جدا تؤكد أن المولود منها هو الله. بنقول فيها أنت المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المتقد كل حين الذي هو نور العالم غير المقترب إليه، الذي من النور غير المدنى منه، الإله الحق من الإله الحق الذي تجسد منك بغير تغيير. وبعدين تاني الذي في بطنك يا مريم العذراء أضاء لكل إنسان آت إلى العالم لأنه هو شمس البر. في العبارة دي توضيح لعقيدة هامة وأساسية أن السيد المسيح إيه؟ إله حق من إله حق،
إنه نور العالم زي ما قال عن نفسه، ولكن يختلف عن أي نور آخر. فرغم إنه هو قال عن المؤمنين أنتم نور العالم في متى 5:14، نلاقي الكنيسة في السقطوكية دي بتأكد لنا الفرق، إن المولود منها هو النور الحقيقي الذي لا ينطفئ المتقد كل حين، غير المقترب إليه، غير المدنى منه، من النور غير المدنى منه أي الآب. هو اللي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم زي ما بنقول في صلاة، في قطع صلاة باكر، لأنه شمس البر في ملاخي 4:2. شايفين بناخد من صلوات الأجبية ومن الكتاب المقدس ومن العقيدة، وكله بندمجه بالصورة الجميلة بتاعة تسبيح كياك، لأنه الإله الحق. والأجمل أنه في تجسده لم يتغير زي ما قلنا في طبيعة التجسد في الحلقة 12. تخيلوا كل ده في عبارة واحدة، في سقطوكية واحدة. في القطعة السادسة برضو من نفس السقطوكية بنشبهها بالمجمرة الذهب، فنقول لها أنت هي المجمرة الذهب النقي، حاملة جمر النار المباركة الذي يؤخذ من المذبح، يطهر الخطايا ويمحو الأثام. وبعدين احسن ما تتفهمش نقول أي الله الكلمة الذي تجسد منك ورفع ذاته بخورا إلى الله أبي. كلام واضح وعميق. وبعدين نقارن في التسبيحة برضو بين المجمرة الذهب بتاعت العهد القديم وبين السيد المسيح، فنقول تلك يرفع فيها البخور المختار أمام الأقداس، ويرفع الله هناك خطايا الشعب من قبل المحرقات ورائحة البخور. وبعدين نتنقل للابن المتجسد، وأنت يا مريم حملت في بطنك غير المنظور كلمة الآب. هنا بقى البخور بتاعه ايه؟ هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب عن خلاص جنسنا. حتى مقارنه بين العهدين نلاقيها في التسبيحه. هل احنا واحنا قاعدين نسبح في ذهننا كل هذه العقيده، ولا بنرددها كلحن جميل وخلاص؟ يا ريت ان احنا نركز معاها. ادراك كامل للعقيده، ربط جميل بين الرموز والمرموز إليه، ده روعة أباء الكنيسة اللي رتبوا التسبيحة بهذه الشكل. كمان نترنم ليها في التفسير السادس للسقطوكية، نقول لها يا شرية هارون الحاملة جمر النار وبخورها وعنبرها ملأ كل الأقطار. طبعا الجمر هو جمر اللاهوت. وفي التفسير السابع كله والشرات اللي هي السلام لك يا مريم، والقطعة الثامنة من السقطوكية كلها أوصفها وفضائلها، وبالطبع من ضمنها وصفها بأنها والدة الإله. كل ده نلاقيه في سقطوكية واحدة من 15 قطعة، وفي عبارات قليلة جدا بس اللي احنا اخترناها عشان تعبر عن عقيدة واحدة اللي هي العذراء مريم والدة الإله. طب باقي السقطوكيات فيها برضو كلام؟ أيوة كتير فيها، وبرضو هننتقي القليل جدا. بداية من إبصليت الاثنين، مشينا من الحد للاثنين، فيها أكتر من نص يشير إلى أنها والدة الإله. فنقول لها على سبيل المثال تباكي يا أم المعبود، تباكي يا أم القدوس، ظهر منك اللاهوت، ملك المجد بخريستوس متحدا بالناسوت. يعني المولود هو الله اللي احنا بنعبده، هو القدوس، هو اللي اتحد بالجسد، هذا الاتحاد الأقنومي. وفي سقطوكية الاثنين في القطعة بقى الثالثة نقول يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد وحل بيننا، أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. فهنا توضيح أن أقنوم الكلمة هو اللي تجسد وحل بيننا وأشرق جسديا، والغرض كان لأجل خلاصنا. تواصل التسبحة تسجيل سر التجسد في حاجة تاني، والعدل والرحمة معا. في القطعة الخامسة نقول ايه؟ افرحوا وتهللوا يا جنس البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به لكي يحيوا إلى الأبد، لأنه غلب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العالية. هنا الرحمة والعدل معا،
متمثلين في انه بتحننه على جنس البشر بذل ابنه الحبيب. وبعدين يجي لاعمق تعليم عقيدي في القطعه السادسه من سقطوكيه الاثنين، بتقول ايه؟ الكائن الذي كان، الذي اتى وايضا ياتي، يسوع المسيح الكلمه الذي تجسد بغير تغير وصار انسانا كاملا، لم يتغير ولم يفترق بشيء من الانواع بعد الاتحاد، بل طبيعه واحده واقنوم واحد وشخص واحد لله الكلمه اشرق جسديا. الكائن الذي كان والذي ياتي، مين هو؟ يسوع المسيح. مين هو؟ الكلمه اللي اتجسد من غير ما يتغير، صار انسان كامل، لم يختلط. كل ده اللي احنا بنقوله كعقيدة. في القطعة التاسعة بنرنم قطعة بتاعة صلاة باكر، أيها النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتيا إلى العالم، لآخر القطعة دي. هنا ربط رائع بين الصلوات المختلفة، لأن كلها بتمثل وحدة واحدة بتعبر عن إيمان كنيستنا المستقيم. في سقطوكية التلات، في القطعة الأولى، بنقول إكليل فخرنا مريم العذراء التي ولدت لنا الله الكلمة الذي صار إنسانا لأجل خلاصنا، وبعد أن صار إنسانا هو إله. هنا الطبيعة الواحدة من اتنين، لم يتغير، لم يتنازل عن ألوهيته، بعد ما بقى إنسان استمر كإله وإنسان. في القطعة التانية كمان، وكمان في مديح وسقطوكية ولبش الخميس، بنشبهها بالعليقة. ده حاجة مشهورة خالص اللي رآها موسى النبي متقدة بالنار ولم تحترق. بنقول لها ابن الله الذي أتى وحل في بطنك ونار لاهوته لم تحرق جسدك. يبقى اللي حملت به هو ابن الله، ولا زال بلاهوته، محتفظ بلاهوته، ولاهوته لم يحرق جسده. في القطعة الخامسة نقول الساكن في نور غير المقترب إليه حل في بطنها، غير المنظور، غير المحدود، ولدته مريم. في القطعة السابعة وفي لبش التلات، أكتر من تعبير بيدل على ألوهية السيد المسيح وعلى كرامة والدته. نقول أنت يا أم النور المكرمة والدة الإله، حملتي الكلمة غير المحوى اللي مفيش حاجة تقدر تحويه لأنه غير محدود، انت حملتي. نقول لها صرتي عرشا ملوكيا للمحمول على الشاروبيم. هو بيحمله الشاروبيم، هي حملته كأنها هي صارت هذا العرش الملوكي. افرحي يا مريم العبدة والأم، لأن الذي في حجرك تسبحه الملائكة والشاروبيم تسجد له باستحقاق، والصاروفيم بغير فتور يرفرفون بأجنحتهم قائلين هذا هو ملك المجد. اللحن اللي بنترنم به في القداس الإلهي. في سقطوكية الأربع دليل تاني على ألوهية السيد المسيح في عبارات رائعة، بداية في مديح على السقطوكية، وبعدين في مرد كل القطع السبع لهذه السقطوكية، عبارة عميقة عن كرامة والدة الله وأن ابن الله الوحيد هو اللي تجسد منها. يقول لا، يقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. ده مرد ماشي في كل القطع دي. الكنيسة تواصل التسبيح في القطعة السادسة من سقطوكية الأربع، تقول عظيمة هي كرامة مريم أكثر من جميع القديسين لأنها استحقت أن تقبل إليها الله الكلمة. من تخاف الملائكة حملته مريم العذراء في بطنها، هي أرفع من الشاروبيم وأجل من السرافيم لأنها صارت هيكلا للواحد من الثالوث. هنا كمان إضافة أن هي الثالوث القدوس، وده واحد من الأقاليم. ونقول لها كمان تعالوا وانظروا وتعجبوا وسبحوا وهللوا بابتهاج لهذا السر الذي ظهر لنا، لأن غير المتجسد تجسد، غير المتجسد كإله
تجسد والكلمة تجسم وغير المبتدئ ابتدأ لأنه أزلي وغير الزمني صار زمنيا بميلاده في ملء الزمان غير المدرك لمسوه غير المرء رأوه ابن الله الحي صار بشريا بالحقيقة. وعن اتحاد الطبيعتين نلاقي عبارات كمان في سؤتكية الأربع في القطعة الخامسة زي إيه؟ السلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي أتت معا إلى موضع واحد بغير اختلاط الختن الحقيقي الذي اتحد بالبشرية. بتسميها التسبحة معمل الاتحاد غير المفترق اللي بين الطبيعتين الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية. نترنم بمحبة الله غير المحدودة للبشر مؤكدين تجسده في سؤتكية الخميس كمان في القطعة الثالثة. نقول كلام جميل جدا. أي عقل أو أي قول أو أي سمع يقدر أن ينهض باللجة التي لا توصف التي لمحبتك للبشر يا الله. وبعدين نوصف محبة الله للبشر دي نقول الواحد وحده الكلمة المولود قبل كل الدهور باللاهوت بغير جسد من الآب وحده هو ذاته أيضا ولد جسديا بغير تغيير ولا تحول من أمه وحدها. كم عقيدة في الحتة الصغيرة دي. محبة الله التي لا توصف أن هو الكلمة أن هو مولود قبل كل الدهور الأزلي مع الآب مولود بإيه باللاهوت يعني لاهوته أزلي بغير جسد غير متجسد من الآب وحده هو ده هنا يردلنا على إن إيه مش بنوة جسدية بالتناسل زي البشر. وبعدين هو ذاته ولد جسدياً بغير تغيير يعني ما تغيرش عن كونه إله ولا تحول من أمه وحدها هنا كمان إن أمه بدون زواج. ده واضح هنا كل العقيدة دي في عبارة واحدة. في القطعة الخامسة نكرر المرد محب البشر الصالح مخلص نفوسنا أتى وخلصنا لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. القطعة السادسة يقول كل عجينة البشرية كل جوهرة كل المادة بتاعت البشر أعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الآب هذا الذي تجسد منها بغير تغيير ولدته كإنسان ودعي اسمه عمانوئيل. يبقى اللي ولدته إنسان كامل في كل عجينة البشرية أخذها منها بينما هو الخالق وهو كلمة الآب ولم يتغير ولدته كإنسان. في القطعة الثامنة الواحد من الثالوث هنا عقيدة التثليث المساوي للآب في الجوهر لما نظر إلى ذلنا وعبوديتنا المرة طأطأ سماء السماوات وأتى إلى بطن العذراء وصار إنسانا مثلنا ما خلى الخطية وحده. إيه الروعة دي؟ ثالوث مساوي قصة عبوديتنا المرة نزوله من السماء لبطن العذراء تأنس صار إنسان كامل ما عدا الخطية عقيدة كتاب مقدس رد على بدع كل ده بلحن سلس جميل محبب للكل. في القطعة التاسعة من يوم الخميس نقولها صراحة لهذا يا جميع الشعوب نمجد العذراء لأنها ولدت لنا الله. يعني محدش بقى يقول يعني إيه الله لا يولد والكلام ده كله اللي ردينا عليه قبل كده في حلقات سابقة لا هو إدراك تام إن الله هو اللي اتخذ لنفسه جسد وظل إله واتحد بهذا الجسد. في سؤتكية الجمعة عبارات عميقة أيضا تعلن أنها والدة الإله وأن المولود منها هو نفسه الله المتجسد الواحد مع الآب والخالق أيضا مع الآب. نقول إيه الكائن قبل الدهور أزليته أتى وتجسد منك من الزمان عتيق الأيام خرج من بطنك هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس.
في القطعة الخامسة نقول لها ثمرة بطنك أتى وخلص المسكونة ونقض العداوة عنا وقرر لنا سلامه. كمان من ضمن فعاليات الخلاص إن أزال العداوة زي ما اتكلمنا في حلقة المصالحة. نفس المعنى يستمر في لبش الجمعة، نقول صرت تابوتا لخالق السماء والأرض حملته في بطنك 9 أشهر عدا. يبقى هنا صارت تابوت لأنها ضمت الخالق خالق السماء والأرض وحملته 9 أشهر، يعني حمل كامل تام. في سؤتوكيت السبت كمان في إثباتات إن المولود هو الإله مخلصنا السيد المسيح زي ما بنقول في القطعة الرابعة، أنت هي جنس وأصل داود ولدت لنا جسديا مخلصنا يسوع المسيح الوحيد من الآب قبل كل الدهور. يعني هو وحيد الآب، مفيش ابن تاني للآب من جوهره غير السيد المسيح. أخلى ذاته وأخذ شكل عبد منك لأجل خلاصنا. السلام لك يا ممتلئة نعمة يا من ولدت المسيح الرب معك. كتير وكتير من العبارات زكسولوجيات دعيت فيها مركبة شاروبمية عرش الله وغيرها وغيرها، في إبصاليات، في مدايح، في سؤتوكيات يومية، في تفاسير طوال هذا الشهر المبارك يعني اللي بينتهي بفرحة ميلاد الرب. حقيقي شهر مبارك وترانيم جميلة ملائكية ترفعنا للسماء. بركة العذراء القديسة مريم والدة الإله المطوبة في كل الأجيال تحفظ الكنيسة وتباركنا جميعا، وليعطينا الرب أن نعيش هذه الأيام المباركة بكل تقوى وفرح لنستحق أن نعاين الميلاد المجيد بصلوات أباء الكنيسة الأجلاء. أشكركم وإلى حلقة أخرى بنعمة ربنا، لربنا المجد الدائم إلى أبد الأبدين. آمين.